بعيدا عن كرة القدم، اختتمت أمس الجمعة بولاية تيزي وزو فعاليات البطولة الوطنية لكرة اليد أواسط ذكور وإناث في طبعتها 18 بمشاركة 11 مجموعة تمثل ثمانية ولايات إلى جانب ولاية تيزي وزو، وذلك بإشراف مديرية الشبيبة والرياضة والرابطة الولائية لكرة اليد بالتنسيق مع الفيدرالية الوطنية والمجلس الشعبي الولائي. وقد حضر اختتام فعالية هذه الدورة الوطنية الهادي والعلي وزير الشباب والرياضة، وقد تم تكريم 3 الأوائل من كل فئة، وأسفرت النتائج على تتويج ولاية البليدة في فئة الذكور وفريق أوزلاج لولاية بجاية في فئة الإناث. أشكر كل من ساهم من بعيد ومن قريب في إنجاح هذه التظاهرة، تظاهرة وطنية، وأشكر أيضا وجود فرق عديدة في كرة اليد لجو باش يشاركوا في هذه التظاهرة من مختلف فرق من مختلف ولايات الوطن. نعم بيان سور اني ساتيسفي باسكو مازال ما ثقتش نهائيا باسكو توت لا سمان لعبة تصلي ماتش دونك مالغري لعبة راس لي كاباسيتي داك لا نومي تصحى مليح مليح الله الدانيير سكوند ولا ديكاليزي نربح الماتش. 6/18 التورنوا أغناو حاموتان رمضان نسلحق هذا 18 كوساكيا يتكلت تم زواروث نخدميت أرواراش كسكشيشين زيك أرواراش كان أسكوساكيين أنا تقشيشين أفايا نسعى 11 تربعي دوسان تمثيل 8 الولايات نتمرت الناغ الكثرات الولايات وسامر تمرتك تلماست تزولتو سكوساكيين تاعنا الراج إسعان دوس فاتش سكوسن إسعان تري بون إيكول لا بروف سي قلاغ لكل يلعب لا فينال دونك سي اون فيكتوار كون غاني مالغري على راشي كونتر اون ايكيب انسن مليحه كي تلعب على الصدوق دونك باغي كان مديني غير اول يبغى ديني سكو جتيان سينيالي لا تري تري بون اورغانيزاسيون